يقول السائل: إذا مرض المسلم عليه أن يذهب إلى الطبيب فورا أو عليه أن يصبر ثم بعد ذلك يذهب؟ لا مانع أنه يذهب إلى الطبيب ويتوكل على الله، يعتقد أن الشفاء من الله وأن الطبيب سبب فقط، ولا مانع من الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، لا مانع من ذلك، فالطبيب سبب وأما الشفاء فهو بيد الله سبحانه وتعالى، فأنت اعمل السبب والله جل وعلا هو الذي يرتب المسببات، فتوكل عليه سبحانه وتعالى، ولا تنافي بين فعل الأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.